السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام هو السلام. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وإبداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع، ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، لأنكم أساس قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان، خير ما نبدأ به الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. افعل الخير مهما صغر، ولا تستصغر أي خير تفعله في حياتك، وربما يكون هذا الخير دخولك الجنة أو سبب سعادتك في الدنيا قبل الآخرة. وهذه القصة اليوم تنطبق على بائعة الخبز، بطلة قصتنا اليوم هي من جمهورية السودان الشقيق، ويحدثنا عنها بطل قصتنا وهو معلم يدرس في مدرسة ابتدائية في إحدى أقاليم السودان البسيطة الريفية الفقيرة. تابعوا معنا القصة. كان هنالك يدرس في مدرسة للبنات، وكان معلم في الصف الثالث الابتدائي. كان ذلك المعلم في كل يوم يأتي إلى المدرسة يرى خارج الفصل جنب شباك الفصل الخاص به بنت مسكينة وجميلة تكسوها البراءة وتبيع خبزا لأمها في الصباح، وقد بلغت سن المدرسة لكنها لم تدخلها بسبب الوضع المادي السيء لأسرتها. لديها 4 إخوة ولكنهم كانوا صغار، ووالدهم كان متوفي، وهي تسهم مع أمها في مصاريف معيشتهم. كيف تبيع الخبز أمام المدرسة وبذلك تكسب قوتها وقوت إخوتها وأمها الأرملة، وبذلك ساعدت أخوتها أيضا من خلال ذلك البيع على أن يدخلوا المدرسة ويكملوا تعليمهم وهي تبقى في المنزل تساعد أمها وتبيع الخبز من أجل لقمة العيش. وكان ذلك الأستاذ في أحد الأيام يشرح للطالبات درسا في الرياضيات، وبائعة الخبز في ذلك الوقت لم يكن لديها أحد لتبيعه الخبز، فتقف عند شباك الفصل وتسمع كل ما يقوله الأستاذ وتتعلم من الخارج. وعندما سأل الأستاذ الطالبات سؤالا في الرياضيات وكان صعبا وخصص له جائزة ولم تجبه أي طالبة، وتفاجأ الأستاذ ببائعة الخبز تؤشر بإصبعها من خارج الشباك وتصرخ وتقول: أستاذ أستاذ إذن لي فأنا أعرف الإجابة. فأذن لها المدرس بالإجابة وأجابت، وكانت إجابتها صحيحة ومن خلف الشباك، وأجابت بشكل شفهي. ومنذ ذلك اليوم راهن ذلك الأستاذ البسيط على تلك الفتاة وتكفل برعايتها وبكل ما يلزمها من مصروفات مدرسية على نفقته الخاصة ومن مرتبه، واتفق مع مدير المدرسة على أن يتم تسجيلها كطالبة بالمدرسة وتشارك بالاختبارات دون دخول الفصل لعدم قدرتها على تحمل مصاريف المدرسة، وأن يجعلها تبدأ من الصف الثالث كمستمعة لتتعلم ولو الشيء البسيط من التعليم. واتفق مع جميع مدرسي المواد الأخرى على أن تظل الفتاة تستمع من الشباك إلى كل الحصص وهي خارج الفصل، فأجمعوا على الموافقة على مغامرته، وأخبر هو والدتها بذلك، وفرض المدرس على الفتاة أن تترك بيع الخبز وتتفرغ للتعليم ويتولى أحد إخوتها الصغار البيع بدلا منها. وكانت المفاجأة أعزائي المستمعين عندما ظهرت نتائج الاختبارات، وقد كانت هي الأولى على المدرسة وسارت على النهج برعاية الأستاذ وإشرافه اليومي عليها إلى أن أوصلها إلى الصف الأول بالمرحلة الثانوية أي الصف العاشر. وهنا الأستاذ فارق السودان لأنه حصل على عقد عمل بالخارج، ولم يكن هنالك في تلك الفترة الهواتف الذكية التي نملكها الآن لكي يتواصل ويتابع أخبار تلك الفتاة أول بأول. وقد كبر أحد إخوتها وعمل بعربة كارلو ليبيع الماء، وبقي يصرف على أخته، وانقطعت بعد 3 سنوات أي عندما أصبحت بالجامعة صلتها بالأستاذ، وبعد ذلك غاب الأستاذ عن السودان لمدة لا تقل عن 12 عام أو 13 عاما. وبعد غياب
12 عام عاد الأستاذ إلى السودان، وكان لديه زميل بالدولة التي كان يعمل فيها، وكان لدى زميله ابن بجامعة الخرطوم يدرس في كلية الطب، وطلب زميله منه أن يرافق ولده للجامعة. وأثناء دخوله للجامعة مع صديقه الذي كان ينتظر ولده الذي يدرس الطب، قال لا بأس أن نمكث بعض الوقت في الكافيتيريا وتناول شايا أو قهوة. وكان يجلسان وإذا بفتاة على قدر من الجمال تحدق فيه بشوق، وقد تغيرت معالم وجهها عندما رأت، وهو لم يعلم لماذا تحدق فيه بكل هذا التأثر. كان ابن صديقه قد حضر فجلس معهم، واستغرب كثيرا من تحديق تلك الفتاة بتأثر كبير به، فسأل ابن صاحبه وقال إن كان يعرف هذه الفتاة، وأشار إليها خفية. فأجابه ابن صديقه نعم أعرفها بالطبع، إنها بروفيسورة تدرس طلاب كلية الطب الدفعة السادسة والأخيرة. ثم سألت ولكن هل أنت تعرفها يا عم؟ فقال الأستاذ لا، لكن نظراتها لي غريبة جدا. وفجأة بدون مقدمات وإذ بتلك الفتاة تقف وتجري بسرعة نحوه، وليس ذلك بحسب، احتضنت عانقته، قبلته من رأسه، كانت تبكي بحرقة وبصوت لفت أنظار كل من كان بالكافيتيريا. الأستاذ كان مصدوما جدا، الفتاة ما زالت تحضنه، حضنته لفترة طويلة دون مراعاة لأي اعتبار، وظن الجميع أنه والدها، وكانت تبكي وتجهج بالبكاء وتنظر إليه، ثم نظرت إليه وقالت له ألا تذكرني يا أستاذي؟ فنظر إليها بذهول واستغراب من هذه الفتاة؟ قالت له أنا تلك الفتاة التي كانت مجرد حطام إنسانة، وحضرتك صنعت منها إنسانة ناجحة، أنا البنت التي حضرتك كنت السبب في دخولها للمدرسة، وصرفت عليها من حر مالك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وذلك بفضل الله ثم رعايتك واهتمامك وموقفك الإنساني الفريد. أنا ابنتك فلانة، أنا بائعة الخبز. ودعته والذين معه ومجموعة من الزملاء إلى منزلها، وأخبرت أمها وأخوتها بالأستاذ الإنسان الذي وقف معها وكان سببا في تغيير مجرى حياتهم. وألقى الأستاذ كلمة قال فيها لأول مرة أحس بأنني معلم، لأول مرة أحس بأنني إنسان. لماذا؟ لأنني وجدت إنسانيتي في مساعدة إنسان آخر. فتحية لكل معلم، تحية لكل من علمني حرفا وزرع في قلبي معنى للحياة والعطاء. وأعلم عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ولا سيما إن كنت معلما أو معلمة، أن لديك رسالة عظيمة لتؤديها. لم يخسر ذلك الأستاذ شيئا، فما كان يعطيه لتلك الفتاة من راتبه كان أبسط من أن نفكر به. وموقف إنساني آخر من المعلمين والمدير في تلك الفترة أنه ساعدوا تلك الفتاة، وهي الآن قد درست الطب وبدأت ربما تدرس أولاد أساتذتها الطب. ليس ذلك فحسب، قد تكون الآن تساعد الإنسانية في اكتشاف أدوية وعلاج أمراض مستعصية، ولم تبقى حياتها مجرد بائعة خبز بسيطة. الآن أريد صحوة حقيقية من معلمين كثر باعوا نفسهم وباعوا علمهم وباعوا دينهم، ولم يعودوا يهتموا بتدريس أبنائنا. والحديث يطول في ذلك. سؤالي الآن لكل معلم ولكل معلمة، هل فعلا شعرت يوما بأنك معلمة أو إنسانة؟ هل فعلت شيئا صحيحا؟ أم أن حياتك كلها في العلم كانت مجرد هباء منثورا؟ أريد من المعلمين والمعلمات أن يحدثوني عن مواقف إنسانية عظيمة فعلوها في حياتهم، وأريد أيضا من الطلاب الذين سمعوا مقطعي أن يحدثوني عن أساتذتهم الذين يحبونهم وفعلوا معهم مواقف إنسانية عظيمة، والمعلمين الذين لا يحبونهم وانتقصوا من إنسانيتهم وإنسانيتكم، لعل ذلك الصوت يصل إلى صاحب القرار وصاحب القصة نفسه فيغير من حياته قبل فوات الأوان. أريد أن توصل المقطع إلى عدد كبير من اللايكات لأعلم فيما إذا أعجبتكم القصة وأثرت بكم تماما كما أثرت للقصة معان عظيمة. أعتقد أن كل إنسان مثقف وراقي ويشعر بالإنسانية قد فهم الرسالة من هذه القصة. لكم من كل الحب والتقدير مديرة القناة أم عمر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.